يسعد صباحكم. تعودنا دائما انه السوري متميز باي مكان بيكون فيه. اليوم عنوان التميز هو الموسيقى. ما رح نحكي كتير، رح نخليكم تتفرجوا وتسمعوا ونعرف التفاصيل. خليكم معنا. يمكن صار واضح عند كل يلي عم بيتابعنا انه نحن قدام الفرقة السورية اللي ابهرت الناس وابهرت كل يلي تابعوها خلال برنامج المواهب عرب جات تالنت. رح نتعرف عليهم اكثر وعن هالتجربة. وبالبداية بدي رحب الاستاذ محمد اللي هو مايسترو وقائد الفرقة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. هلا الله يخليكي. يعطيكم العافية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. تسلمي. فينا نتعرف معك على الفرقة وقد ايش لكم تقريبا مؤسسين هاي الفرقة وبلشتوا بهذا الشغل؟ هلا نحن بالفرقة هن طلاب بمعهد محمود العجران للموسيقى باللاذقية التابع لمديرية المعهد الموسيقية والبالي وزارة الثقافة. هلا هن كلهم طلاب بالمعهد، في منهم بيعزف على آلة تانية. اللي شفته فيهم انه في عندهم شيء مشترك كان مع بعض، وانا بلشت بالفكرة تقريبا من 3 سنين. في عندنا نشاطات بالمعهد، شيء عزف جماعي فرق، فهن كان في تناغم بيناتهم. فلما طلعت الفكرة براسي اخترت 4 طلاب من أحسن طلاب الموجودين، وشوي شوي هيك اشتغلنا أكثر من شغلة، طلعنا حفلتين باللادية وصحت لنا فرصة نشارك بالبرنامج. طيب رح نحكي أكثر عن المشاركة، ولكن خلينا نتعرف معك على الصبايا والشب. الصبايا ماريا محفوظ اللي شفناها بأول اللي هي بلشت أول شيء، زينب شحوت ولين غفار ومدر قدار. اهلا وسهلا فيهم. رح نبلش نحكي معهم ندردش شوي. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. صباح الخير. احكي لنا عن هي التجربه، ويمكن قد هي الفرقه حققت لك هيك تميز مختلف شوي، خصوصا يمكن انت بتعزفي آلة ثانيه. صح، انا آلتي الاساسيه هي الكمان، بس انه نحن كنا مشتركين كلنا بآلة البيانو، فالاستاذ انه لما شاف انه نحن كلنا مشتركين بالبيانو فجمعنا مع بعض كلنا وبلشنا يعني نتمرن على هاي المقطوع. قد ايه يعني كان بيوم وليله صرتوا مشاهير كثير على السوشيال ميديا وبلشت العالم تتداول هذا الفيديو، قد ايه اعطاكم دفع كمان لحتى تكملوا، يمكن يكون في مسؤوليه بالمراحل الجايه؟ هلا اكيد بعد ما انعرضت الحلقه يعني كثير اجانا دعم، وانه والكلمات كانت كثير حلوه اللي تقدمت لنا، وعن جد يعني انه كان كثير انبسطنا بكل شيء اجانا دعم وكله صار يشارك معنا وينشر لنا اياها. اكيد هلا كثير عطتنا انه صار عندنا دافع اكبر لحتى نطلع ولحتى نضل نعمل اشياء جديده، وكمان انه يعني لحتى نطلع نورجي انه كل سوريا يعني بتقدم، والشعب السوري كثير كثير موهوب وكثير عنده قدرات يقدمها، وان شاء الله يعني هسه بنتوفق. اكيد هذا الشيء واضح كان بمشاركتكم، وقد ايه كان في تميز بسوري باي مشاركه باي مسابقه. كمان بدي اتعرف، تفضلي.
تمام. حكينا عن مشاركتك مع الفرقة وقد يمكن كمان العزف الجماعي يمكن بده انضباط بده تدريب عكس ما يكون هو خلينا نقول عازف لوحده عم يتمرن. ايه صح، احنا لما حدا يعزف لحاله غير لما الجماعة سوا، انه حتى الروح لازم تكون وحدة متوحد سوا والايقاع واحد يعني حتى العزف بيكون غير. شفنا في حركات بيناتكم، انتم متفقين على هاي الحركات اللي بتعملوها؟ ايه اكيد. ولا في شيء ارتجالي يعني مثلا تتفقوا؟ اكيد في شيء ارتجالي. يعني هاي الدفشة كانت ارتجالية ولا؟ يعني ما رح نخبي، ما رح نكشف أسراركم كلها، رح نخليكم راحتكم. شكرا لك. مرحبا. سعد أوقات. ثاني هلا. يعني كل حدا عنده شيء بهي التجربة، احكي لي هي التجربة شو مثلت؟ هلا انه نحن كلياتنا الأربعة انه كان عندنا اكثر شيء هذا الحلم انه نحن نطلع ونقدم، فانه كثير هلا حسيت انه نحن صرنا انه بنقدر نحقق احلامنا بسهوله، يعني انه ما فيها الصعوبه حتى لو كنا سوريين. اكيد بالعكس، هو لانه سوريين بنقدر نحقق احلامنا. بتفكروا تستمروا لبعدين بهي الفرقه ولا ممكن يكون كل واحد حابب يضل بمجال واحد؟ هلا اكيد فينا نستمر مع بعض، بس انه هذا ما بيعني انه ما فينا كل واحد يقدم لحاله، انه بالاخير نحن صرنا فرقه يعني ما بتتفرق عن بعضها. شو مشاهدين للمره الجايه؟ مفاجاه اكبر. أكيد. هو كل مره اكثر من بعدها. بدي اشكرك. شكرا لك. اجا دور الشاب الوحيد وحيد الفرقه، شو شعورك وانت هيك مع ثلاث صبايا حلوين بهي الفرقه؟ حلوه الفرقه وكمان حلوه رفقتنا مع بعض. عم بتحس بهذا التناغم قد ايه يمكن بيعطيك يمكن سيطره اكثر على خليني اقول على عزفك، قد ايه عم يعطيك قوه اكثر انك انت تسيطر كيف بتبلش المعزوفه وكيف بتختم؟ هو التناغم بيناتنا أو كتير، مثلا حتى في كل شيء بنعمله ما شرط كله يكون مدروس، في نحنا بسط ونحنا منازو بيطلع معنا حركات هيك حلوة. بدي لكم موفقين ونحنا ناطرينكم بالعرض الجاي، أكيد عيون كل السوريين عليكم. مرسي. بدي أرجع لك أستاذ محمد، يعني يمكن تجربة كتير مهمة للصبايا ولا كمان للشباب، قدي مهم التدريب، قدي فادون التدريب، قدي اشتغلتوا مرحلة التدريب لحتى وصلتوا لهلا؟ تماما، هو الموضوع ما أنه سهل، وخاصة موضوع جماعي، يعني مثل ما حكيتي من شوي موضوع الفردي بابا بقى كل فرد لحاله قادر يتدرب بالبيت، بس موضوع الجماعي بده كتير تركيز، يعني أي غلط صغير، أي حطة إصبع بمكان، وخاصة انه مثل ما شايفين اربعة بيانو واحد، يعني عندك ثمان ايدين شغالين وكله في يعني شيء بدك تقولي مثل الرياضيات، يعني انه الرياضيات عم تنزل علامة عم تطلع علامة عم تنزل، فأي خطأ صغير ممكن يسبب مشكلة بالمقطوعة، فكتير بده جهد وكتير بده تعب، يعني القصة ما بيكفي الواحد يكون موهوب، بده تدريب مع الموهبة. أكيد. إذا حكينا هي التجربة على النطاق مو بس السوري، على النطاق العالمي، إقلال كتير الفرق الموسيقية اللي بتعتمد على هذا الشيء إنه أكتر من عازف يكون، يمكن بالعادة بنشوف عازفين أكتر شيء شاب وصبية أو اثنين صبايا، شفتوا يعني فرق تانية أو حضرتوا شيء عروض لفرق تانية، ولا نحن فينا نقول إنه هي الفرقة السورية هي الأولى بهي الأفكار؟ هلا هن هذا النمط موجود بالموسيقى، يعني هو نزل بتعرفي العصور الموسيقية، فهو ضمن المودرن اجت فتره اشتغلوا فور هاندز مثل ما حكيت، اثنين على بيانو، اشتغلوا تو بيانو مثلا، اثنين بيانو كل واحد على بيانو، والايت هاندز موجوده، يعني الفكره ما انا انه فكره جديده، موجوده وفي بسوريا قليل يمكن شغلت مره او اثنين، ومو من عمر صغير، يعني مو بهالعمر هذا شغلت بطلاب معهد عالي واعمار كبيره، يعني بس بهالعمر الصغير هي الفرقه الوحيده الموجوده بسوريا، وفينك تقول يمكن بالوطن العربي يمكن فرقتين او ثلاثه، بس كمان مو بهالعمر الصغير، يعني بس الحلو الشيء اللي حلو فيهم هن الكاريزما اللي عم يعطوها مع بعض، الحركه اللي عم يعملوها، يعني في بس مو انه بس عزف، حتى في روح بال، يعني شفنا بالبرنامج كيف يعني طلعوا بس عم يتفرجوا عليهم، يعني فكتير جذبهم الطريقه اللي فاتوا فيها، يعني حسوا انه في روح وحده جد موجوده بال. هلا هذا الشيء كمان بيتبع مو بس لتنظيمهم ولا قدرتهم هن على اتباع القواعد، كمان على تدريب. قد ايش صار لك معهم بالفريق؟ فيني اقول هلا مايسترو، باعتبارك انت مايسترو الفريق تبعهم، ويمكن كل عرض قد ايش بتشتغلوا عليه، قد ايش بتحضروا له وقت؟ هلا نحن صرنا مع بعض 3 سنين، انا صار لي بدرس بالمعهد 5 سنين، والفرقه مع بعض صرنا 3 سنين، يعني
هلا حسب صعوبة كل قطعة، في قطعة ممكن إنه شهرين ثلاثة ممكن تكون جاهزة معه، في قطعة لا بالدوات أكثر. هلا قطعة إن شاء الله عم نجهزها إذا تأهلنا المرحلة الجاي، تعبنا فيها كتير، فإن شاء الله وأكيد رح تعجب لأنه فيها كتير فكر جديدة، فأكيد رح تكون صدمة يعني. بكل أحوال أنتم كنتم متميزين من العرض الأول، كنتوا بهذا التميز، بدنا نتمنى لكم التوفيق، وبدي أشكرك على المجهود اللي عم تعمله، لأنه أنت من مثل ما بنقول في جنود خفيين دائما لحتى يكون في هذا النتاج الحلو. بدنا نشكرك، شكرا أنه كنتوا معنا بهي المساحة لأول ظهور على برنامج صباح تكون الحلوة. يعني احنا كتير انبسطنا أنه في حدا قالنا أنه تعاون، يعني شافنا قدر التعب، فكتير مشكورين لفتتكم الحلوة. يعني محبتنا دائما كبيرة لكل سوري مبدع بأي مكان. بدي أتشكرك أستاذ محمد. تسلمي، الله يخليك، شكرا. وبدنا نرجع نسمع معزوفة خاصة كمان من الفريق دورمي فاسولا، مزبوط؟ تفضل. كانت فقرتنا لليوم، نتمنى نكون قدرنا نوصل صوت سوري متميز، نتعرف أكثر على هاي الفرقة اللي كتير تم التداول الحديث عنها بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. ومثل العادة دائما نحن مع كل مبدع سوري. باي باي.